أهلا بكم في الحلقة السابعة من نقد كتاب الحكومة الإسلامية لآية الله الخميني. يكرر الخميني في الصفحة 33 بشكل ببغائي إذا صح التعبير ذات الكلام الذي كان ولا زال يردده الإسلاميون السنة مرورا يعني بدءا من حركة الإخوان المسلمين ومرورا بالقاعدة وتنظيمات الجهاد السلفية، حيث يكررون أن الآية وعد لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية على أنها دليل على وجوب تطبيق الإسلام. ثم يرعد الخميني ويزبد في تقليد سمج للسيد قطب متسائلا كيف أن عصابة من اليهود كما يصفهم احتلوا وأحرقوا وخربوا المسجد الأقصى. إذا كانت ممارسة إدارة الدولة تتطلب معرفة واطلاعا بشؤون الحرب والدفاع عن بلدك الذي تنتمي إليه، فهذا ما تفعله غالبية شعوب الأرض، وهي في غالبيتها يعني ليست غير يعني وهي غير مطبقة للإسلام، بل وكثير منها يعتبر الإسلام تهديدا وجوديا وخطرا على سلامتها وسلامة مواطنيها. سواء حث القرآن على شرب الماء لدرء العطش أو لم يحث أو لم يذكره أصلا، سيلجأ الناس لشرب الماء كحاجة طبيعية. إذن سواء قال القرآن بالذهاب للحرب أو لم يقل بالذهاب إلى الحرب لن يغير هذا من الواقع شيئا، بل إن الواقعية العقلانية تقول أن الدين أن للدين تأثيرا سلبيا على الحالة الوطنية للبلدان. فمثلا الصراع بين الحس الديني والقومي الوطني أصبح سمة غالبية الشعوب الإسلامية وأولها إيران التي تعاني من تفكك اجتماعي وضعف الانتماء الوطني بسبب الأيديولوجية الإسلامية العابرة للحدود الوطنية. الخميني حاله حال كارل ماركس ولينين وستالين وهتلر وماو، بائعو رومانسيات وهم طبعا رسامو الأحلام الوردية. فهو يقدم خطابا متعدد الطبقات وبالفعل نجح في خداع الوطنيين الإيرانيين آنذاك، فظنوا أنه كان يسعى لإصلاح إيران كبلد، وخدع الشيوعيين فحدثهم عن نصرة المظلوم ومكافحة الاستعمار وغير ذلك من التعابير التي يحبها الشيوعيون جدا، وخدع الأقليات عبر حديثه عن ضرورة الوحدة الإسلامية وغير ذلك من الحيل. وبالرغم أنه تهجم على الحكم الأموي الاستبدادي وقارن المستبدين بفرعون كما في الصفحة 34، لكنه يضع دكتاتوريته الإسلامية كبديل لهذا الاستبداد، والحال أنه بعد مرور 40 سنة على الثورة الإيرانية لا زال حال الشعب الإيراني يتنقل من سيء إلى أسوأ. الخميني مثلا يحدثنا عن المستغلين والأجانب كأقلية تحرم غالبية الشعب مما يسميه مباهج الحياة ونعمها، وطبعا هذا الكلام لم يكن مسخرة أو مدعاة للاستهزاء آنذاك، لأن الشعب الإيراني وغالبية سياسيه لم يعرفوا أن حكومة خميني ستسجن الشعب وتحتكر العمل السياسي، بل وستحتكر تفسير الدين بشكل عام لعقود تالية من الزمن. فعن أي سعادة وبهجة يتحدث الخميني؟ ربما الآخرة وما بعد الموت، ربما. لن نضيع الوقت هنا في التعقيب على حديث
مطول نقله الخميني عن الإمام الرضا في الصفحة 38 من كتابه، لأن الحديث لا يتكلم عن تطبيق شرعي بل عن ضرورة اللجوء إلى أحكم الناس وأعقلهم كحاكم وكمؤهل للحكم. وهو ما نستطيع وصفه بأنه أمر نسبي ولا يدل نهائيا على وجوب تطبيق الشريعة في عصر الغيبة. وكأن الرضا علي بن موسى ابن جعفر لم يعرف أن هناك شيء اسمه عصر الغيبة سيأتي لاحقا. استخدام مقطع من آية أو من حديث نبوي هو سمة غالبة على رجال الدين عموما وتنطبق على خميني خصوصا، فهو دائما ما يقتطع نصا من النصوص ثم يبني على هذه القصاصة نظرية كاملة. هذه الظاهرة وجدت في الأديان الأخرى أيضا، فكان مقطع صغير من الكتاب المقدس مثلا في أوروبا في القرون الوسطى وفي بداية القرون الحديثة مثلا كان يستخدم في إنكار النظام الملكي بأكمله، بينما يأتي لاهوتي آخر بمقطع آخر ليثبت أن النظام الملكي مقبول بل وطاعة الملك هي من طاعة الله. هنا الخميني وبنفس الأسلوب يجتزئ نصا ثم يبني عليه ويحشوه وكأنه جاء خصيصا لدعم نظريته في حكومة الملالي. ضرورة وجود الدولة أمر عقلي، ولكن كيفية تطبيقه يختلف من شعب إلى آخر ومن مذهب فلسفي إلى مذهب فلسفي آخر. فالمنفعية مثلا التي أسس لها بينثم وجون ستيوارت ميل فتحت الباب للليبرالية السياسية، وهي حسب اعتقادي أفضل فلسفة سياسية وجدت على الإطلاق، بينما نجد روسو ومدرسته الرومانسية إلى جانب المثالية الألمانية وروادها بدءا من كانت ومرورا بهيجل وشيلينغ قد فتحوا الباب للأيديولوجيات الشيوعية والنازية والفاشية والشيوعية وأخيرا الإسلامية، ذكرت الشيوعية مرتين، وهي مذاهب فلسفية تقدس مذهب البطل المخلص، وبالتالي يقفز البطل الدكتاتور إلى الواجهة وكأنه المسيح أو المهدي المنتظر. الخميني في الصفحة 39 وضع ما أسماه اللذة الشخصية إلى جانب عيوب أخرى مثل نشر الفساد في الأرض وهضم حقوق الضعفاء في وصفه لحكومة الشاه وجماعته. وإذ كنت أقرأ عبارته هذه أحسست وكأن كلامه يضمر ويتضمن كلاما غير منطوق هنا. فوصف الجانب الشرير من حكومة الشاه وغيره باللذة الشخصية يتضمن إيماء خفيا، وكأنه يقول أنه هو أي الخميني وجماعته من الثوار المعممين مجردون من اللذة الشخصية، وهو تنزيه خطير للذات ولشخصه كمعمم وكسياسي. وعجب كيف أن أجنحة المعارضة الإيرانية آنذاك لم تنتبه لخطورة هذه التعابير، ولكن التفسير الواقعي الذي أحسبه يجيب على هذا التساؤل ليكمن في أن هؤلاء المعارضين ظنوا أنهم سيكونون قادرين على احتواء خميني وجماعته بعد إزاحة الشاه، وهو بالضبط ما ظنه المحافظون في ألمانيا أيضا في الثلاثينات من القرن العشرين، إذ حسبوا وظنوا أنهم سيسيطرون على هتلر وحزبه النازي بمجرد تنصيبه كمستشار للدولة، وهو منصب يشبه منصب رئيس الوزراء. وطبعا كانوا مخطئين، لأن الخميني وهتلر قضيا على كل نوع من المعارضة بمجرد استلامهما للحكم وللسلطة.
والخميني يطرح خلافة علي بن أبي طالب كنموذج لكي يعني مدافعا عن الحكومة الإسلامية التي كان يريد فرضها، ولكنه بسرعة يفضي هذا النموذج إلى نهاية عامة رومانتيكية متناسيا أنه هو وكل العمائم المنطوية تحت عباءته لا يقارنون بعدي وكونه معصوما. الخميني هو في نظر المذهب الشيعي وفي نظر المراجع هو مجرد مجتهد لا أكثر، وإمامة علي بن أبي طالب وعصمته شيء مختلف كليا عن خميني وجماعته. في الحلقة القادمة سنتحدث عن زعم الخميني أن الحكومة الإسلامية ليست استبدادية. اعمل لايك إذا عجبكم الفيديو واشترك في القناة لتصلكم الفيديوهات أولا بأول. إلى اللقاء.